الايام اجى ويا عائلته زياره المستشفى للعياده الاستشاريه للجراحه التسميه. سبحان الله ويا اول دخل جذب انتباه الكل. دخل في سامته الحلوه اجى صافع الاخصائي صافحني شغلكم عليها طفل وجود ومرع ونشوف منها نشاط الحياه كلها. قعد سولفت وياه شويه مش سولفت انتبهت من يقدر يدخل برضه الحوض. بعدين ايش سوينا خلاص؟ عرفت انه يشكي من مرض شرط الامهات والولاده. سولفت ويا ابوه على صفحه شاورما للدكتور مصطفى العام رسل. واليوم اريد اسوي العمليه الا اليوم. واريد اسويها بسرعه قبل لا تبدي المدارس. لانه كان يعاني من صعوبه بالنطق، كانت معلمه عاتبه. وكان دائما هو يعاتب ابوي يقول له بابا بابا انا رسبت لانه المعلم ما تفتهم الكلام. ورسبت انه ما سويت العمليه، ما صار زين. شوف هذا الموقف. صدمت من كلامه. فعرف وياهم عائلتهم كلها اقدر عليها. اكمال اجراءات ما قبل العمليه. مرض شق الأهال الولادي عبراتكم من أكثركم مسامعين بالمرض؟ بس كنتم سامعين نعم بس متأكد إنه أكثركم جزء كلكم عايشين اللحظة الحلوة من يجي مولود جديد للعائلة. بس الصبر قد صدمتكم قوية إن يعطونا هذا المولود الجديد الحلو في مرض تشوي. مرض شق الأهال الولادي مرض شائع بالعراق وبالعالم ويعاني به الطفل من صعوبات التغذية وضعف بالنمو. يصير عنده التهابات تنفسية متكررة وأحيانا يصير عنده ضعف بالسمع وأحيانا ما يقدر يرفض بعض الحبوب. هاي كلها تأثر على نفسية الطفل حتى من يكبر عمر البلوغ لم تأثر على حالته النفسية. هسه الحضور راح أعرض عليكم صورة هذا المرض وآسف لأنه راح أتأثر على كثير منكم. هذا هو المرض. مرض شق الأهالي الولادي. يمثل معاناة الطفل وصدمة العائلة وبنفس الوقت يمثل تحدي كبير لجراحي التجميل. كنا نقص مضاعفات العميل خصوصا النزل ونتائج هاي العملية. هسه راح أشرح لكم ببساطة شنو الصعوبات اللي نواجهها أثناء العملية وبعد العملية. حضرون الكلام هذا المرض قدامكم. هسه حمثل لكم بهاي نصفين الذهات والتشوه هو هذا الشق الطولي في الوسط. احنا ببساطه اثناء العمليه نحرر النصف الاول من الذهات نحرر النصف الثاني خلي يحرر الحركه نربطها مع بعض وتنتهي العمليه بس يمو بهالسهوله. نحرر النصف الاول دائما تحتاج نوقفه بالحرم الكهربائي او الكوتل اللي نسميه او الضغط اليدوي مده 5 دقائق مثلثه أو اثنين اللي نستعملها، هاي كلها تاخذ وقت العملية ونجد أكثر المريض. شغلة ثانية أثناء العملية، هاي عملية الحركة من نص اللهات دائما تأثر على مجال رؤية الجراح. بالصورة المرض، يعني الجراح ومساعدة. الجراح يقول أنا نظف لي المساعد، نظف لي هاي مكان الدم. نظف لي على السريع، ما أشوف كل شيء. اسحب إيدك كل شيء ما أدري، سديت الشاشة عليه. ارجع اسحب لي اللهات، دير بالك لا تأذيها. واخر ايدك اسحب لي واخر ايدك زي شلون هاي. كذلك مصاعب عندنا بعد العمليه خصوصا النزف. يصير عندنا نسبه عاليه من النزف. والنزف احنا شلون نوقفه؟ اساليب تقليديه شاش ونضغط بايدنا على مكان عمليه المريض وهو قاعد المريض نبقي 5 دقائق 10 دقائق بايدنا بحلقه. جت هواي افكار ببالي قلت ليش ما اصمم لي فد شيء بسيط او اله ساعدنا بكل هاي الصعوبات. ظلت هاي مجرد افكار. لحد ما اجى يوم عمليه سوينا العمليه واثناء العمليه نفس الصعوبات وبعد العمليه هم واجهنا صعوبات. اتصلوا بي دكتور روح لردها مصطفى صاعد نزف. اروح لردها واشوف النزف. حاول اوقفه بالاساليب التقليديه وحسب تعليمات اضغط على مكان النزف. من يتوقف يشرب السوائل الباردة وهكذا. توقف النزف مؤقت رجع نزف جديد.
وبعد فترة تنزف مؤقت وتوقف اجيت بعد اتصال هم من الدكتور الحق مصطفى صار عنده نزف كلش قوي وصدق اصعد لردها وش اشوف؟ مصطفى نايم الفراش كله دم مخده دم واهله اهله كل ساعه هذا كلينكس ينظفون حلقه من الدم. جيت على السريع مشت الشاش وضغط على المكان الهات مكان العمليه وباوع اشوف امه قاعد تبكي وخايفه وتعجف ما ادري ايش تسوي كل ساعه تريد تقومه مصطفى عم توخر الدم من حلقه. وابوي باوع عليه نظرات ما حكى شيء بس نظرات قولي دكتور ارجوك انقذ ابني سوي شيء. وباوع على مصطفى وباوع على عيونه شلون صاير ذابله وشلون صاير ساحب. تذكرت عيونه كانت مليانه بنشاط وحياه الاستشاريه. جت افكار ببالي قلت ليش لو شفت مصمم هاي الاله محولها الواقع شلون منعت هذا النزف ما صارت هاي الحاله بعد. المهم ما توقف النزف راح العمليات وقفنا النزف ونطلع بردها والقى ابوه نايم على وجه الطفله وده يبكي وانا من ورا من بعيد حتى ما قدرت افحص. الحمد لله بعدين مصطفى تحسنت حالته تابعناه ايام وطلع المستشفى بس بليلتها بليلة العملية هاي ما قدرت انام رحت لغرفتي قلبت قلت لازم هاي الافكار هاي الآلة اللي كانت ببالي لازم احولها الواقع ما يطلع علي صبح اذا ما احولها الآلة للحقيقة. فعلا وما تفكرت هاي الآلة كلها بلورت ببالي قمت علقت الضوء قمت ورقة القلم عسري عسمتها رسم الأولي وبعدين ثاني وثالث غشي شفت الرسم كلش أوكي مثل ما هو ببالي. ثاني يوم أنا رحت رسم تقنية الأسنان وصنعت الآلة وعرضتها على الأخصائيين والحمد لله لاقت إعجابهم وشجعوني عليها هواية وهذه الآلة ببساطة هذه الآلة الأولى ببساطة متكونة من فكين يربطها نابض حلزوني. الفك الأول راح يثبت بصف هاي العظمة مع اللهات مثل ما بوضح بهاي الصورة التوضيحية. والفك الثاني الكبير راح يثبت على مكان اللهات نص اللهات أثناء العملية هاي الحجم يضغط عليها يمنعها من الحركة وبنفس الوقت راح يوقف النزف. وبهيجي أولاً وقفنا نزف قللنا النزف فتحنا مجال رؤية أفضل للجراح وفرنا وقت وجهد العملية وبنفس الوقت أثناء ضغطنا على اللهات راح تثبت نصف اللهات مكانها ويمنعها من التعرض للإصابات العرضية بالآلات الجراحية أثناء الشغل. هاي الآلة صنعت منها أحجام حسب حجم اللهات وعمر المريض صنعتها من مادة الأكريليك الصلب سهلة التعقيم صغيرة الحجم ما تضايق رؤية الجراح توضع بسهولة وبسهولة توخرها وصنعت منها جانب أيمن حسب رغبة الجراح من يبدي النص الأول حرين نحط اليمين واليسار كذلك. النص الثاني أو الجزء الثاني من الآلة هي ببساطة عبارة عن قالب يضغط على سقف الفم وراء العملية راح يوقف النزف. صنعتها أنا من مادة البايوبلاست هاي مادة رخيصة للثمن وسويت عليها تعديلات من الجوانب سويت فتحات طولية على ود نتابع حالة النزف وسويت عليها هذا السلك ثبتته من الأمام على ممكن تثبيته حول الرأس. هاي الآلة فوائدها هواية واحدة منها توقف النزف بعد العملية بدنا ما نستعمل إيدنا. فائدة الثانية مالتها تمنع دقائق الطعام الصلبة من أن تدخل بمكان العملية وبهيجي راح تمنع التهاب وفشل العمليه. وفائده ثالثه والاخيره هاي الاله راح تمنع عبث الطفل بعد العمليه بصبعه او بلسانه
على مكان العملية عمود تنفتع الخياطات وتفشل العملية. وهاي هي آلة ببساطة تكون من الجزء الأول والجزء الثاني. مصطفى الله 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 عليك 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 حبيبي تعال شلونك؟ هاي العالم تصفيق. تعال حبيبي تعال تعال. تعال حبيبي. هذا البطل مصطفى. ها حبيبي مصطفى شلونك حبيبي؟ حبيبي قلبي. مصطفى انا جايبك هنا اليوم حتى اقول لك كلمه كلش مهمه. اريد اقول لك انت اللي خليتني اصنع هاي الآلة. انت مصدر الهامي وهاي الاله اللي ما نقلتك ان شاء الله راح تنقذ بالمستقبل الاف الاطفال بالعالم عندهم نفس المرض. واحب اوجه رساله لمصطفى والاطفال بعمر مصطفى والشباب والشابات بهالجيل والاجيال الجايه ان شاء الله اقولهم في كلمه كلش مهمه. ابد ابد لا تستهينوا باي فكره حتى لو كانت بسيطه ببالكم، لأنه ممكن متحولوها الواقع تكون ذات نفع كبير للمجتمع. وأبد لا توقعون بدوامة الإحباط أبد، لأنه حتى بالظروف السيئة ممكن تبدع وتحول أفكار ببالك مجرد تحولها الواقع ها هي تنتهي. وأخير شيء أحب أشكركم طبعا شكر جزيل، وأحب أهدي هاي الآلة جراحي التجميل بالعراق إن شاء الله نتعاون سويا نسوي بها تعديلات وتحويرات حتى تكون أكثر نفع البشرية للعالم. شكرا جزيلا لكم جميعا.